مرحبا بكم مع أمولة. خبز لبراج وإلا الأحراف وإلا الخبز مبسس، كل واحد كيفاش يسميه. مني ديت لميمة الغالية شهوة بنيتي، ربي يفضلهم لي وانتم ربي يفضلكم. ما عندكم المقادير هوني قدامنا. ماما أخذت معناها كيلو سميد أرطب و 300 غرام سميد متوسط، يعني خلطة بين الأرطب وبين المتوسط. هوني 100 مليليتر معناها زيت، تستعملوا زيت نباتي، زيت زيتونة، الزبدة اللي تحبوه انتم. احنا الحقيقة ما ديما تعمل الحقيقة بالزيت، دونك هاكا قاعدة أكل ديت ربي يفضلها لي. دونك قاعده باش تخلط المكونات الكل. كيما قلت لكم كيلو سميد ارطب والا دقيق ناعم، معاه نزيدو 300 غرام سميد متوسط. هوني هاكا كيما قاعدين تشوفوا هي تحط الحقيقه بالعين، ما تقول لي لا غرام لا حتى شيء. نحب بالعين هاكا كيما قاعدين تشوفوا. حطيت هوني شويه الملح كما قاعدين، وباش نحطوا تقريبا السكر حطينا 100 غرام، ما نحبوش يجي برشا حلو، دونك حط ما سامحوني 100 غرام معناها السكر. هاكا هوني حطينا ماء دافي، خلطنا هكا بالباهي باش نذوبوا معناها السكر والملح نتاعنا والكل. هاكا كما قاعدين تشوفوا جا هاكا الطبق، قلت لامي قلت لها هاكا هذاك هو الموجود نخلط لي نلقاه نشريه الحقيقه بالنسبه للسكر والكل. دونك خلطت بين الطويبع والسكر العادي هذاك اللي عندي. وهوني قاعدين نخلطوا هكا بشويه، ماما ربي يفضلها لي. بنين برشا الحقيقه ومشتهي، وسيرتو روسيت في ميزون، يعني تذكرنا بالزمن الجميل الحقيقه، وال يعني اللمه المزيانه وبرشا حاجات ذكريات مزيانه مع الخبز هذا الحقيقه. انا نحبه وبنيتي زاده، كل ما امي تبدا موجوده بحذينا لازم باش تحضروا. دونك هوني خلطنا كما قاعدين تشوفوا، ضفنا بشويه الماء كما قاعدين تكستور زي ما تكون هكا، باش نحلوا توا وباش نحطوا هوني المقله ولا الطاجين كما تحبوا انتوما. هاكا ماما تقص بالشكل هذا، وتنجموا تعملوهم كبار صغار كيف ما تحبوا انتم. المهم الطريقه نعاودوا نقول، راه تنجموا تحطوا الزبده، تذوبوا معناها الزبده وتحطوها 100 غرام، والا تنجموا تحطوا زبده وزيت والا زيت زيتونه كيف ما تحبوا انتم. احنا الحقيقه ديما مستانسين نعملوه بالزيت، دونك هاكا حبينا نعملوه بالطريقه هذه اللي مستانسين بها، طريقه زمنيه لما ديما تعملوا بها. معناها هوني حطيت المقله نتاعي، الحقيقه الطاجين ما لقيتوش. حطيت المقله وهاكا بشويه شويه باش نطيبوا الخبز نتاعنا. اكيد التسميات تختلف والروسيت واحده. فما زيد مره قد شاركته معاكم يعني محشي بالتمر بنين برشا، ترجعوا للوصفات تلقاوه. بنين برشا الحقيقه للصغيرات ولا للكبار، فطور الصباح والا هكا مع قوى نتاع العشيه، حاجه في ميزون وبنينه الحقيقه. ما فماش ما اسهل من الروسيت هذه، تنجموا تجربوه وتنجموا تحبوا تعملوا اقل، تنجموا تعملوا ارطل معناها سميد سامحوني معناها ارطب، ومعاه تحطوا 100 غرام معناها ولا 150 غرام السميد المتوسط، وكتخلطوا بين النوعين نتاع السميد. وهوني فوالا كملنا الحقيقه، طيبناهم الكل بالطريقه هذه. فما زاده رفيسه شاركتها معاكم بالخبز هذايا زاده، يعني ما شاء الله راهو شو عم يطلع على قناتي اسمها مطبخ اميل تونسيه كيتشن اميل تونيزين، خير وبركه من الوصفات، تستمتعوا وتجربوها زاده كيف كيف. الخبز نتاعنا هوني احضر ما شاء الله، كميه خير وبركه، الريحه ما نحكي لكمش، ريحه هكا تذكركم بذكريات واحنا صغار هكا. الحقيقه نحبوا انا الخبز هذايا، وكما قلت لكم شهوه بنيتي ربي يفضلهم لي، اكيد مع الميمه الغاليه ربي يفضلكم انتم زاده. ما عندكم هو هوني حبيت نحل هكا، مازال سخون الحقيقه باش نوريكم. بنين برشا، حاولت نبارطاجي معاكم ذولي، حتى قبل عملت امي الحقيقه معاكم مره قبل زاده. وهكا في كل مره نشارك معاكم وصفات هكا تجمو انتم تحضروا في الدار لنا احنا ولا حتى لصغيراتنا. وما تنسيوش تشجعوني كالعاده باللايك والبختاج، نحبكم برشا. نسلكم الخبز البراج من دايت لميمه.